مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 6 Round Up، اليونت السادس الدرس المخصص للراوند أب المراجعة. مثل ما تعودنا بالوحدات السابقة أن الدرس التاسع اللي بعد الدرس الثامن من كل وحدة يعتبر مراجعة للمواضيع اللي أخذناها خلال هذا اليونت. فيقول Now you can do these things، الآن يمكنك فعل هذه الأشياء. يعني المواضيع اللي أخذتها خلال هذا اليونت هي كالتالي: أولاً يقول describe people، وصف الناس. شرحنا بالدروس السابقة إذا أنا أريد أوصف شخص من حيث ملابسه، من حيث شيء يمتلكه، من حيث صفة عامة، شنو الطريقة اللي أتبعها؟ مثلاً أقول إذا تذكرون بالدروس السابقة، إذا أريد أوصف صفة عامة أقول فاعل زائداً أما إز أو آر أو آم زائداً الصفة. مثلاً أقول طاها إز تول، طاها طويل، صفة العامة وطويل. وقلنا من الممكن أن أسبق الصفة بكلمة very أو quite، يعني طاها is quite tall، طاها بعض الشيء طويل. هذا أريد أوصف شخص من حيث الصفة العامة، أو أريد أوصفه من حيث شيء يمتلكه. مثلا نقول فاعل زائدا أما has أو have زائدا صفة الشيء زائدا الشيء، يعني ما افتهمت شلون. أنا أريد أوصف شخص من حيث شعره، مثلا طاها يحمل أو لديه شعر أسود، أقول طاها has black hair، الشيء اللي يمتلكه طاها هو الشعر. شنو صفة هذا الشعر؟ صفته أنه black أسود، طاها has black hair إلى آخره. شرحناها بشكل مفصل بالدروس السابقة، إذا تحبون تشوفون شلون تجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها. Practice introduction، كذلك تدربنا على كيفية التقديم. لاحظنا أنه فؤاد من راح لصديقة باليابان قدم فؤاد أو يوكي قدم فؤاد لعائلته، فعلى سبيل المثال This is my father، هذا أبي، How do you do، كيف حالك، How do you do، كيف حالك، إلى آخره. شلون أنا أقدم شخص لما أعرفه لشخص أعرفه. اللي بعدها كذلك لديك أيضا made notes of details you have heard، كذلك تسوي ملاحظات عن أشياء سمعتها بالدرس السابق، أخذنا مقاطع صوتية أو بالدروس السابقة بشكل عام أخذنا مقاطع صوتية. من خلال المقطع الصوتي أنا فهمه وأقدر أجاوب على الأسئلة المتعلقة به إلى آخره. كذلك أخذنا الموضوع إذا تذكرون الول والبي زائد الفعل يحمل ing، هذا الموضوع سميناه الفيوتشر كونتينوس معناها المستقبل المستمر. كذلك أخذنا القاعدة المثبتة المنفية الاستفهامية مالته، شلون يجينا بالامتحان، شلون أقدر أجاوب عنه، شرحناها بشكل مفصل بالدروس السابقة. إذن مبدئياً كتاب الطالب ما عندنا شيء مهم، مجرد يراجع لي المواضيع السابقة اللي أخذناها خلال هذا اليونت. ننتقل لكتاب النشاط، راح تلاحظون أن بعض التمارين مهمة وبعض التمارين مو مهمة. حاولوا تسجلون الأمور المهمة اللي راح نطلعها. تمرين رقم واحد يقول listen to two men، استمع إلى رجلين جيم and توم، شخص اسمه جيم وشخص اسمه توم، talking يتحدثون فيما بينهم، write short answers to the questions، ثم اكتب إجابات قصيرة لهذه الأسئلة. كذلك كالعادة لعدم توفر المقاطع الصوتية راح نعرضها على شكل مقطع نصي، نفهم هذا المقطع الصوتي أو المحادثة اللي دارت بين جيم الشخصية الأولى جيم والشخصية الثانية توم، وراح نجاوب على الأسئلة المتعلقة بهذه المحادثة. فركزوا وياي وشوفوا شو راح نحل أو نفهم هذه المحادثة. توم يتحدث يقول له هاي جيم، مرحبا يا جيم، you look very happy، تبدو سعيدا. قال له I am taking to the family on holiday to Italy next month. قال نعم أنا كذلك، إنني سوف أخذ العائلة في عطلة إلى إيطاليا الشهر القادم. Next month الشهر القادم، but that's only be May. لكنه سوف يكون شهر ماي. Why don't you go to the summer؟ لما لا تذهب في الصيف؟ قال no. Summers in Italy are very hot. قال كلا، الصيف في إيطاليا جدا حار. The best month to go are May and September. أفضل الأشهر للذهاب هي شهر ماي وشهر سبتمبر. Won't the children be in school؟ قال له ألم يكون الأطفال في المدارس؟ قال له No. It'll be half term. قال له كلا، سوف يكون لديهم نصف السنة أو عطلة نصف السنة. They get weeks أو a week holiday from school in May. يحصلون على أسبوع استراحة أو أسبوع عطلة في شهر ماي. قال له why Italy؟ قال له زين ليش تريد تروح لإيطاليا؟ قال له Italy is great، إيطاليا جدا عظيمة. The Italians are very friendly،
الناس اليابانيين ودودين جدا. Young children are welcome in the restaurants. والأطفال مرحب بهم في المطاعم. They are not in England. إنهم ليسوا في إنجلترا. What will you do there? ما الذي سوف تفعله هناك؟ قال له me. أنا. I'll visit museums. سوف أزور المتاحف. There are a lot of wonderful museums all over Italy. قال له هنالك الكثير من المتاحف المذهلة في كل إيطاليا. And I'll eat a lot of pizzas. وسوف أكل الكثير من البيتزا. Italian pizzas are the best in the world. نحن نعرف أن البيتزا الإيطالية هي البيتزا الأفضل في العالم، لأن هي الأكل المشهورة في إيطاليا. Will you lie on the beach? هل سوف تتمدد على الشاطئ؟ Go swimming. تذهب للسباحة. Fishing. صيد السمك. No, I don't like that sort of thing. قال أنا ما أحب هاي الأشياء. But I'll go climbing. سوف أذهب للتسلق. There are some fantastic mountains there. هنالك الكثير من الجبال المذهلة هناك. Sounds great. يبدو عظيما. Maybe I'll go there someday. ربما سوف أذهب إلى هناك أنا أيضا مرة في يوم ما. هذا ما يخص المحادثة. الآن نجي على الأسئلة المتعلقة بهذه المحادثة. يقول لي Where is Jim going on holiday? إلى أين سوف يذهب جيم في العطلة؟ قلنا حسب المقطع الصوتي راح يذهب إلى إيطاليا. إيطاليا. قال له Why won't he go to the summer? In the summer. لما لا يذهب في الصيف؟ ذكرنا بالقطعة أو بالمحادثة أنه ما يحب يروح بالصيف لأن it is very hot. سوف يكون الطقس هناك في الصيف حار جدا. What are the best months to go? ما هي أفضل الأشهر للذهاب إلى إيطاليا؟ هو قال له the best months to go are May and September. هي الأفضل الأشهر للذهاب هو شهر ماي وسبتمبر. اللي بعده السؤال اللي بعده Why does he like taking his children to the Italian restaurant? لماذا يحب أن يأخذ أطفاله إلى المطاعم الإيطالية؟ قلنا إنه ذكرنا إنه يريد يأخذ أطفاله للمطاعم الإيطالية because children are welcome. لأن children الأطفال are welcome. مرحب بهم بالمطاعم الإيطالية مو مثل باقي البلدان. Take the things that Jim will do in Italy. اذكر أو ضع صح على الأشياء التي سوف يفعلها جيم في إيطاليا. أولاً in Italy Jim will go to the museum. راح يروح للمتاحف. نعم. بعد eat lots of pizzas. سوف يأكل كثير من البيتزا. كذلك نعم. Go to the cinema. يذهب إلى السينما. ما ذكرنا هيجي شيء. Go climbing. يذهب إلى التسلق. نعم. هذه الأشياء اللي راح يسويها. بعد eat lots of fish. يأكل كثير من السمك. لا ما ذكرنا هيجي. Go swimming. يذهب للسباحة. قلنا أنه هو ما يحب يذهب للسباحة أو لصيد السمك. هذا ما يخص تمرين رقم واحد. هذا التمرين كنشاط صبي يسأل الأستاذ هذه الأسئلة بطريقة شفوية كتحضير يومي بداخل الصف، غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ننتقل إلى تمرين رقم 2. Describe the two men. أوصف لي توم ومايك. هسه حاليا صورة توم أمامك وصورة مايك أمامك. إحنا أخذنا بالدروس السابقة كيفية وصف الأشخاص. تقدر توصف لي توم؟ مثلاً توم نلاحظ أن بعض الشيء طويل. أقول له توم is quite tall. بعض الشيء طويل. وأقدر أكمل and thin. وأنا حيف بعض الشيء. بينما مايك أقول له مايك is quite short. بعض الشيء قصير and plump. شنو plump قلنا بدروس سابقة شرحناها؟ بعض الشيء سمين. أقدر أقول عنه فات سمين جدا إلى آخره. هذا كذلك نشاط صفي للمهم الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. تمرين رقم 3. Write 3 sentences saying. اكتب 3 جمل عما يدور في هذه المحادثة. What you will be doing at 7 p.m. this evening. ما الذي سوف تفعله في الساعة 7 من هذا الصباح أو من هذا المساء؟ شوف هنا طلع will be ing. يعني ايش يوضح لي؟ يقول لك اريدك انت تجاوبني بكيفك بالطريقه اللي تعجبك، لكن بشرط انه تستخدم المستقبل المستمر. فعلى سبيل المثال كل طالب يجاوب بالطريقه اللي تعجبه. اقول له I will be having dinner. سوف احظى او سوف اتعشى بهذا الوقت. انا دا اتعشى، قاعد اتعشى. بعد what you will be doing on Friday. ما الذي سوف تفعله في الجمعه؟
الجمعة عطلة، فمثلاً أقول له I will be going، سوف أكون ذاهباً to the ruins على سبيل المثال، سوف أكون ذاهباً للآثار. What do you think you will be doing when you are 25 years old؟ شوف إن أنا شو يقول لي، يقول لي زين تخيل لما يصير عمرك 25 سنة شنو راح تكون تسوي أو شنو اللي تسوي بعمر 25 سنة؟ مثلاً أقول له I will be working in hospital على سبيل المثال، سوف أكون أو سوف أعمل في المستشفى. أنا ببالي إني أريد أصير طبيب، وبالتالي بعمر 25 لما أنا أتخرج راح أعمل في المستشفى. هذا كل ما يخص تمرين رقم 3. كذلك هذا تمرين كنشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. لاحظنا إنه درس بسيط جدا، كل أنشطة أنشطة صفية غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي، مجرد اللي يريد راجع لمواضيع سابقة أخذناها خلال هذا اليونت، منها راجع لموضوع المستقبل المستمر، وصف الناس، وانطاني كذلك محادثة بين شخصيتين واستخرجنا المعلومات من هذه المحادثة، جاوبنا على الأسئلة المتعلقة بالمحادثة. هذه الأسئلة يسأل الإنسان بطريقة شفوية بداخل صفقة تحضير يومي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تواصلوني على حسابات الموجودة في الفيديو في الوصف.